في المياه ولم تكتشف إلا منذ وقت قصير. لكن عندما تنطلق التحقيقات الجنائية إلى أبعد من اليابسة تدخل عالما جديدا من الغموض. أما إذا كانت في القعر إنها مسألة وقت قبل أن نكتشفها. أما اليوم فالتطبيقات المتطورة لتقنيات البحث والتقصي الجنائي تنقل التحقيقات الجنائية إلى داخل المياه. نحيا في عالم تغمره المياه، مياه تتخذ هيئة محيطات، بحيرات وأنهار وتغطي حوالي 3/4 سطح الكرة الأرضية، ويخبئ هذا السطح أسراراً، أدلة وجثثاً. اجتاحت مسلسلات التحقيقات الجنائية كل منزل، فتظهر على التلفاز مختبرات مجهزة بأحدث تقنيات تحليل الأدلة التي تساعد في القبض على الأشرار. تفتح القضايا ويتم التحقيق بها، ويلقى القبض على المجرمين في برنامج ساعة تلفزيونية. قد يصح ذلك أحياناً فوق اليابسة، إلا أن التحقيقات تحت الماء هي أقل تشويقاً ولا يتم كشف قضاياها بسهولة. تتضمن التحقيقات الجنائية مكونين منفصلين لكن أساسيين: البحث في موقع الجريمة أو في الأدلة المستقاة، يتبعها استخدام تقنيات علم الجريمة الحديث لتحليل ما تتضمنه الأدلة. بينما الكثير من أقسام الشرطة لا تملك المعدات أو الصبر للتحقيقات تحت الماء التي قد تمتد لأشهر وتكلف آلاف الدولارات، ومع ذلك لا تحصل إلا على حفنة من الوحل والنباتات المائية، لكن في حال توفرت يمكن إخضاع تقنيات التحقيقات الحديثة لحل قضايا قديمة في محاولة كشف الألغاز المزمنة. بحيرة سيمينول تمتد على حدود جورجيا، ألاباما وفلوريدا. يقدم هذا المستنقع الصناعي مثلاً مخيفاً لمدى صعوبة التحقيقات تحت الماء في العالم الواقعي، إذ قد تكون البحيرة تخفي جثة رجل يدعى مايك ويليامز، وتكمن المشكلة في ألا أحد سوى التماسيح يعلم ما إذا كانت جثة مايك ويليامز هناك. في كانون الأول ديسمبر من عام 2000 انطلق ويليامز وحده في رحلة صيد، لم يعد إلى منزله أبداً. عثرت الشرطة على شاحنته وزورقه فارغين، وبعد شهور حكم أحد القضاة بغرقه والتهامه، لكن التماسيح ترقد في كانون الأول ديسمبر، لذا يبقى اللغز قائماً. على بعد 110 كيلومترات من البحيرة عند منتصف لسان فلوريدا الأرضي تقع مدينة بنما، موطن الجامعة الوحيدة في أمريكا الشمالية التي تدرس علوم التحقيقات الجنائية تحت الماء. لا تبدأ الجريمة في المياه، وإذا أخذنا هذا السيناريو في الحسبان يجب أن يخطط لها على اليابسة، وبناء عليه قد لا ننتمي إلى تلك البيئة، إلا أننا يجب أن نتكيف معها. أدعى الدكتور توم كيلي، أنا مدير برنامج التحقيقات الجنائية تحت الماء في جامعة فلوريدا الحكومية في مدينة بنما. لقد جمعنا فريقا من جميع أنحاء العالم متخصصا في معظم حقول المعرفة المتعلقة بجمع المعلومات من تحت الماء. يستخدم الخبراء من جامعة فلوريدا علوما تجمع بين البحث والإنقاذ على اليابسة وعلم الآثار تحت البحار للتحقيق في أكثر الألغاز إحباطا للمجتمع الأمريكي. عند التحقيق في جريمة يجب معرفة سبب وجودك هناك. إن التحقيق الناجح يبدأ حينما تعثر عما تبحث عنه، إلا أنه لا يكون ما تبحث عنه أحيانا في المكان الذي تبحث فيه. يعتبر الغوص رياضة ترفيهية، إلا أنه قد يعتبر في عالم الاحتراف خطيرا. أكثر ما أفضل هو حل الألغاز، وأن أفعل ذلك في بيئة غريبة. لا يتعلق الأمر بعدم خوفك من التماسيح فقط، وإنما تميل إلى الاعتقاد بأن هناك معادلة دعني وشأني أدعك لشأنك. ثمة أربعة ميادين لما نفعله: ندرب القوى الأمنية، نثقف الطلاب، نجري الأبحاث، ونذهب إلى موقع الجريمة ونحقق ميدانيا. يتراوح مدى الأدلة التي تندرج في تحقيقاتنا من رصاصة صغيرة
إلى طائرة عملاقة. يتركز الاهتمام غالباً على الأسلحة المرمية وعلى بعض أدلة الجريمة التي يحاول المذنب التخلص منها، أو إذا ما حدثت كارثة، والجثث بالطبع، كما تضطر أحياناً إلى البحث عن جثث أو بقايا جثث. نفعل هذا لبعث الاطمئنان في نفوس العائلات التي تبحث عن أحباء مفقودين. جمع الأدلة من تحت الماء قد يكون في منتهى الصعوبة، إلا أن الهدف المنشود يبقى واحداً. الهدف المنشود للمحققين هو جمع الأدلة التي ستحتاجها هيئة المحلفين للنطق بالحكم. أنت في محل هيئة المحلفين، لا يمكنهم الغوص. في الواقع ينبغي عليك أن تجمع المعلومات وتعرضها أمامهم لكي يتمكنوا من الإجابة على الأسئلة الموكلة إليهم. يتوجه غطاسو التحقيقات الجنائية حيثما يتواجد الدليل. قد يكون هذا خزانات الصرف الصحي، المرافق، قنوات تصريف المواد الصناعية، ومياه البحيرات المظلمة. أما اليوم وبطلب من قسم الشرطة المحلي، يضع فريق جامعة فلوريدا خطة بحث جديدة في بحيرة سيمينول في محاولة لحل قضية ويليامز الغامضة. ستكون الأقسام المشاركة: قسم شرطة فلوريدا، إدارة الأسماك والحياة البرية، ومكتب عمدة جاكسون كاونتي. في حال اكتشفنا ضمن هذا النطاق هنا أن أحدا يحاول إخفاء جثة أو التخلص منها، سيحاول غريزيا البحث عن منطقة مياه عميقة ليتخلص من الجثة. ثمة دليلان أساسيان نتوقع العثور عليهما في حال وجود ضحية: بقايا الجثة أو ربما بقايا هيكل عظمي من الزمن الحالي، نظرا لمضي 6 سنوات ونصف سنة على وجودها في المياه، أو ملابسه أو أغراض شخصية. سيغوصون في مناطق محتملة من البحيرة للبحث فيها إنشا بإنش بمساعدة أحدث المعدات العالمية وأيديهم العارية. في أحد أكثر أيام الصيف حراً يتجهزون للقيادة والغوص. سنواجه صعوبتين اليوم. ستكون الأرض وعرة وسيكون الطقس حارا، وينبغي التأكد من سلامة غطاسينا والاهتمام بالأشخاص خارج الماء، كاهتمامنا بالغطاسين كي لا يتعرض أحد للإرهاق. وحاول التقليل من المخاطر قدر الإمكان. قد يكون الأمر مرهقا للأعصاب. قد يستفيد الغطاسون من الخوف طالما يتم السيطرة عليه، وطالما تدركون خطورة بعض الأماكن. وسيكون جيروم الغطاس الثاني، وسيحضر معه جهاز سونار. في حال وجود وحوش كبيرة في الأسفل نستطيع رؤيتها بواسطة السونار، وإذا توجهوا نحونا نستطيع الدفاع عن أنفسنا. لا أرى أي خطر من ناحيتهم. في معظم الأوقات تكون التماسيح طيعة وتلوذ بالفرار نتيجة النشاطات على اليابسة. قد يعتريها الفضول، أو قد تقترب لإلقاء نظرة علينا. وأساساً هي حيوانات متوحشة، ولا ندري ما قد يكون رد فعلها. ومن الأفضل أن نحمل شيئاً لحماية الغطاسين. بحيرة سيمينول، 73,000 فدان من المياه العكرة والمظلمة. سيبحثون في قسم صغير منها فقط ويتفحصون الأماكن المتوقع وجود بقايا الصياد فيها. ليس هناك من منطقة أسوأ للغوص، تزخر بالنباتات، القذارات، الوحول والعشب المؤشر. أجرينا تحقيقات متقدمة منذ أسبوعين لتقييم منطقة البحث كي نحدد نوع التقنيات التي سنستخدمها في تحقيقنا. عثرنا على منطقة صعبة لناحية الوصول إليها والقدرة على الغوص. يوجد العشب المؤشر وشجيرات الزوار على امتداد هذا النطاق، ولدينا نباتات الهايدريلا التي تمتد من القعر إلى السطح بطول 6 إلى 8 أقدام، والغوص خلالها يعرض أدوات الغطس إلى أن تعلق بها ويصبح من الصعب البحث في الأعماق. هذا مرهق للغطاسين. عند حافة المياه تشير الجحور وآثار الزحف إلى وجود التماسيح المؤكد.
نقلت إدارة الأسماك والحياة البرية أكبر تمساح من هنا، وكان صائد التماسيح يزور المنطقة للتأكد من عدم وجود تماسيح أخرى كبيرة. لم يشاهد أي منها البارحة، لم نشاهد سوى تمساح صغير، لذا سنراقب الوضع عن كثب. يستعد فريق جامعة فلوريدا إلى جانب أفراد الشرطة وموظفي دائرة الأسماك والحياة البرية لعملية الغوص الأولى في مهمة قد تحل بشكل نهائي قضية ويليامز. لو كان كل موقع جريمة شعبا مرجانية لأصبح كل شخص محترفا في التحقيق، إلا أن انعدام الرؤية كان سيبقى العامل المشترك. أول ما نريد عمله قبل إرسال الغطاسين هو تقييم الموقع باستخدام التكنولوجيا. يأملون الاستفادة من نظام سونار ديتسون الثوري، إنه واحد من أصل 16 نموذجا. ما أقصده هو أننا نستطيع التحرك بسرعة أكبر باستخدام ديتسون لتحديد الأهداف ووضع الإشارات عليها، وبهذا نحقق تقدما باستخدام التكنولوجيا بأسرع ما يمكن. نستخدم نوعا جديدا من التكنولوجيا، سونار ديتسون. هذا سونار يحمله الغطاسون. ونأمل أن نتمكن بمساعدة التكنولوجيا الجديدة على الأقل من تمشيط هذه المنطقة. سينطلقون من المياه العميقة لأن ديتسون أكثر فعالية هناك. هذا مصور تحت الماء. الفائدة من وراء ذلك هي أن الغطاس يتمكن من رؤية الصور بواسطتها تحت الماء. حتى في المياه المظلمة نستطيع الرؤية بشكل واضح. إذا رفعت يدك وبسطت أصابعك أستطيع رؤية أصابعك المبسوطة. هذا رائع إذا تحدثنا عن آلات التصوير الصوتي بالسونار. الرؤية تحت الماء ضعيفة، لكن هذا لا يمثل مشكلة بالنسبة للسونار. إنه كما لو أنك تمكن الأعمى من الرؤية. عندما تعمل في المياه المظلمة يمكنك رؤية الصور بشكل طبيعي، أفضل مما تمكنك المياه الصافية من الرؤية. بعكس جميع أجهزة الإرسال على السفن التي ترسل موجة صوتية واحدة، يستطيع سونار ديتسون بث نظام موجات من 96 إشارة مختلفة. عندما ترتد الموجات من الأغصان تحت الماء أو الهياكل العظمية البشرية، ترتسم صورة على قناع الغطاس. مع السونار نحتاج إلى ترددات لأجسام صلبة، وطالما نحن في منطقة شفافة نستطيع الحصول على ترددات صلبة لقوارير وحجارة وغيرها. إلا أن المعدات المتطورة ليست كافية لخرق غابة البحيرة المائية وخصوصا نباتات الهايدريلا الكثيفة. هذا النمو الكثيف في المحيط يمنع وصول الضوء. تعتبر نباتات الهايدريلا غازيات مستعصية غير محلية للأمريكيتين. عام 1950 تم رمي القليل من هذه النباتات من أحواض الأسماك في ممرات فلوريدا المائية، ويوجد الآن الملايين منها في البحيرات والجداول، وعندما تموت تغطي الأعماق بطبقة عميقة من الرسوبات الجرينية التي تتعكر. وبعدم جدوى السونار يخرج مايك من المياه. تعتبر بحيرة سيمينول من البحيرات الهائلة في فلوريدا، وحجم منطقة البحث تقريبا كحجم 10 ملاعب كرة قدم. عندما تنظر إلى هذه المساحة الكبيرة للبحث فيها، إضافة إلى وجود عوائق في الأعماق تمنعك من التقدم والتفتيش الدقيق باستخدام المعدات المتطورة، فتصبح المهمة شاقة للغاية. أما الآن ومن أجل تسريع العمل، سيستخدمون الطريقة التقليدية بواسطة اليدين. سيكون هناك غواصو مساندة على الشاطئ. بيلي وجيروم وتوم وأنا سنجهز سواري خطوط البحث، وسوف نعمل في منطقة البحث الثانية. تضمن سواري خطوط البحث ألا يفوت الغواصون أي بقعة من منطقة البحث. يتم أولاً مد خط الأساس.
هذا يشكل الحد الأول لمنطقة البحث، ثم يتم ربط حبل بين الساريتين ويتم وضع إحدى تلك السواري على زاوية خط الأساس، وتوضع السارية الثانية في نقطة ثالثة، فيشكل الحبل الممدود بين الساريتين عرض منطقة البحث. يغرس جيروم السارية الثانية. إننا نسير مبدئياً على طول الحبل، نبدأ بنقطة محددة ونسبح على طول الحبل وهكذا نلحق الحبل. عندما تكون الرؤية عند هذا الحد نسير لمسافة ذراع واحدة، وقد غطينا أنا وبيلي ربما 7 أقدام. كل شيء يكون مختلفا تحت الماء، تسير بطريق مختلفة وتتفاعل الأمور بطريقة مختلفة، الألوان مختلفة، أحب هذه البيئة الغريبة. بالنسبة لجيروم وبيلي مسارهما على طول الخط بطيء ومرهق، كل ما يتوقعانه أن يكون مرتبطا بالقضية يحضرانه إلى السطح للتحقيق به. النباتات في الأسفل تشكل عبئا وهي تعيقهما في العودة إلى الحد الأساسي. عندما ننتقل إلى الجهة الأخرى نغطي مسافة 7 أقدام أيضا، وعندما تكون في مكان كهذا وتكون بعيدا حوالي الإنشين من الغرض الذي تبحث عنه ولا تراه، تفيد عندها عملية التغطية هذه. كل تبديل لسارية البحث يوسع نطاق منطقة البحث، ومع تبديل الساريات تشكل كل منطقة بحث جديدة تغطية كاملة للتأكد من عدم تفويت أي نقطة. إنها واحدة من مجموعة النماذج والطرق والأساليب التي يتبعها الغطاسون في محاولة البحث. وفي الجهة الأخرى من القارة في نيوجيرسي بالتحديد، يحاول فريق من غطاسي الشرطة في اليوم الأول من سلسلة تدريبات للبحث تحت الماء. يتم تدريب غطاسي السلامة العامة على يد أكثر المدربين مهارة في العالم. لو قلت لك إن ثمة كرة موجودة وسط حقل لكرة القدم، هل تستطيع العثور عليها؟ بالطبع. لو قلت لك إن الكرة موجودة في نهاية الحقل والحقل مليء بالأنقاض، هل يمكنك العثور عليها؟ بالطبع. هذا لأنه لديك تصور لحقل كرة القدم. عندما تغطس في هذه البحيرة التي يبلغ طولها 6 أميال ونصف الميل وتبلغ ميلا و3/4 الميل في أضيق منطقة في الوسط، أنظر إليها وأقول يا إلهي من أين سأبدأ؟ أدعى باتش هندريك، أنا أملك شركة تدعى لايف جارد، مهمتي هي تدريب غطاسي الشرطة والإطفاء والجيش على البحث عن أشياء تحت الماء. يدرب باتش رجال الشرطة والمباحث على تقنيات البحث تحت الماء منذ 70 سنة. قد يفقد أي إنسان شيئا في البيئة التي يعيش فيها، على سبيل المثال أضعت مفتاحا أو لا تدري أين وضعت سوارك، فلنأخذ المفهوم نفسه ونضعه في بيئة غير التي تعيش فيها. أصبحت الآن في بيئة لا تعرفها، لا تعرف الغرفة ولا تعرف الخزانة، أطفئ جميع الأنوار وابحث عن هذا الغرض، هناك رؤية منعدمة للبحث فيها، ينتابك الإحباط، أحتاج إليه. إنهم يبحثون الآن فيما نعتبره بيئة صعبة جدا. المياه ليست عميقة، إنها قذرة ليس إلا. عندما نكون في حصة تدريب تكمن الفكرة في رمي غرض معين والبحث عنه، لسنا هنا كي نعثر على أي غرض في القعر، وإنما أن نعثر على الغرض المفقود. تتم تغطية أقنعة الغطاسين بشريط لاصق لإجبارهم على تعلم الرؤية بواسطة أطراف أصابعهم. هل أنت بخير؟ أعطني إشارة فوق رأسك إذا كنت على ما يرام. سوف تنزل إلى الأسفل؟ يربط الغواصون بحبال يمسك بها أشخاص على الشاطئ، ويتم تعلم الإشارات بواسطة الحبال في حال تعطلت الاتصالات. سأعطيك إشارة هنا، أريدك أن تقترب وتتابع ما تفعله. أنت تبلي حسناً. نبحث عن أغراض هنا، وضعنا بعض السكاكين في القعر وهناك مسدس. يعتمد نجاح الصف على عدم إغفالهم أي شيء، يجب إخراج ما رميناه.
ندون جميع أماكن تواجد الغطاسين، وقد تعلموا اليوم تدوين وقياس الخطوط باستخدام جهاز تحديد المواقع جي بي اس وغيرها. أستطيع الآن تقسيم هذا الخزان من الوسط وأعلم بالتالي متى انتهيت بالفعل عندما أبحث في كل قدم مربعة. ولمقاومة الأحباط المتأتي من البحث عن أغراض صغيرة مدفونة يستهل التمرين على اليابسة. أخذنا نقوداً حجرية ومفاتيح صغيرة وخبأناها داخل المركبة. هذا سيدربهم على استخدام حبسهم ومعرفة أن هذا مداس الإطار وهذا غطاؤه. يجب أن يتخيلوا كل ما يلمسونه. إذا فعلوا ذلك وهم يعلمون ماذا يوجد في الإطار سيعثرون على الغرض. أدعى أندريا زافيريس وأنا أدرس الغوص الإنقاذي منذ أكثر من 20 عاماً. تقلد عصبة العيون البيئة تحت الماء وتساعد تدريبات الحبال والبحث على اليابسة في شحذ المهارات. من أجل إعطائهم الإشارة ينبغي أن تؤمن الحبال الوسيلة. لا يمكنني أن أجعل الأمر أكثر حماسة. تحرك يديك إلى الأعلى وإلى الأسفل وإلى الجوانب. استخدم أطراف أصابعك. هل ترى موضع اليد؟ لا أستطيع رؤية شيء. أبقي يدك على الأرض. توجه إلى اليمين. ندرب أناملهم على التحسس. لم يذهب أغلبنا إلى الحقول لنستشعر النقود الحجرية. اجعل أناملك عيون حدسك الصغيرة. عندما تتعلم أناملك التحسس تعثر على النقود داخل العشب الكثيف حتى بوجود القفازات. عند بحيرة سيمينول في فلوريدا ينتهي يوم غوص جيروم وبيلي. لم يجدا أي دليل يأخذانه معهما إلى المختبر. نحن نعمل ببطء وهناك انعدام للرؤية وكثير من العوائق النباتية. لا أعتقد أنك تستطيع التقدم من دون أن تلتقط 50 باوندا من الهيدريلا على خزان الأكسجين على قناعك وعلى زعانفك. لو بذلنا 100% من الجهد فلن نغطي المنطقة كلها كما يجب، ولكننا نبذل أفضل ما نستطيع في ظل هذه الظروف. عندما تستخرج سلاحا من المياه أو جثة مرمية فيه تواجه التحقيقات تحت المياه حقيقة محبطة، سواء كانت ضحية جريمة أو برميلا من المواد السامة. فعندما نرمي شيئا في المياه هذا لأننا نريده أن يبقى في الأسفل مخفيا لا يمكن الوصول إليه وخارج ذهن القاتل. ينظر الناس إلى المياه على أنه إذا نزل شيء تحت سطحها يختفي. الناس لا تخبئ الأشياء في المياه، إذا وضعوها هناك فلأنهم يريدونها أن تختفي. تتراوح مواقع الجريمة المائية من الأنهار والبحيرات إلى أي مكان في الخلجان أو المحيطات، حتى في خزانات الصرف الصحي ومنشآت معالجة المياه. في أي مكان يحتوي على الماء قد تعثر هناك على الأشياء. بوبي هايز من شرطة نيويورك قال ذات مرة، وقد أحسن القول: أستطيع طمر الأشياء وأعرف أين هي، وأستطيع استخراجها، أستطيع تخبئتها بحيث أعلم مكانها وأستطيع استخراجها. وعندما أتوجه إلى هذا النهر المظلم وأرميها فيه لا أستطيع رؤيتها ولا أستطيع استخراجها ثانية، ولهذا لن يتمكن غيري من ذلك. يكمن التحدي في العثور على شيء أو أحد لا يرغب بالعثور عليه. نعود إلى بحيرة سيمينول في فلوريدا وإلى الأعشاب المائية، الحر والتماسيح. وإلى قضية الاختفاء العالقة لصياد يدعى مايك ويليامز في كانون الأول ديسمبر من عام 2000. بعد يوم من البحث تحت ظروف عدم الرؤية لم يتم العثور على أي دليل، فينتقل فريق التحقيقات تحت الماء من جامعة فلوريدا إلى قطاع آخر من خزان المياه الهائل. لا أهتم حقيقة بالوسط، لأنه لو كان في الوسط لكانت جثته طافت على السطح في غضون 5 أيام من حين غرقها. سنبحث بشكل أساسي حول تلك الأشجار وحول جذورها لنرى إذا كان ثمة شيء قد يكون التقط البقايا المهترئة أو أي شيء التقطته الجذور. لذا إذا أردنا الانتقال من شجرة إلى شجرة سنفتش قرب القعر. The cat sat on the mat.
بناء سد على نهر شاتاهوشي منذ عقود خلف غابة غارقة من الأغصان والجذور. ثمة جذع كبير تحت أقدامنا الآن، وقد يكون الأمر صعبا بعض الشيء. مضت 5 سنوات وقد تكون الترسبات فوق الجثة بعلو 5 أقدام. البحث عن أجسام غريبة في القعر والوصول إلى الوحل هي من ضمن مناهجنا، ولو أمكن لكنا أحضرنا شيئاً إلى السطح، ولكننا لم نعثر على شيء. علم التحقيقات تحت الماء حديث العهد. في الماضي كان سيأتي هاوي غطس ويقفز في الماء ويسبح في أي اتجاه، لا أحد يعلم كيف بدأ الأمر. بدأ كل شيء للتمكن من رؤية الجثث عن كثب. قد يغرق الناس وخصوصا الأطفال، لأن الأطفال يعيشون في قلوبنا. قبل التقنيات الحديثة كان الناس يلتقطون الجثث بالشباك. كان أمرا رهيبا أن يفعلوا ذلك، لأنهم عندما لم يتمكنوا من انتشال الجثث كانوا يستمرون بتحريكها. ثم جاء الغطس بالأكسجين إلى الوجود، ومع وجوده كان من الطبيعي أن يستخدمه رجال الشرطة كأداة، وتطور إلى منهاج للعثور على الأدلة الجنائية. بعض التطبيقات القديمة للتحقيقات الجنائية الممنهجة داخل البيئة المائية ابتدعها الكندي الراحل نائب العريف بوب تيذر من قوات الشرطة الكندية الملكية في فانكوفر. كان رائدا في التحقيقات تحت الماء، أجريت أبحاثا عديدة نابعة من تجربته الشخصية لصالح فريقنا. أدعى العريف داغ جامبيكورت وأنا منسق فريق الإنقاذ تحت الماء في مقاطعة بريتش كولومبيا. عمل داغ كامبيكورت بالتعاون مع بوب تيذر لما يزيد على 17 سنة، وينقل تجربة زميله الريادية إلى جيل جديد من المحققين. للتأكد من تغطية كامل المنطقة التي كنا نبحث فيها استخدمنا هذه الآلة، وما يفعله الغطاس هو الغوص بها إلى القعر. ألف تيذر الكتاب الذي أنهى فيه عهدا من التحقيقات الخرقاء وطور العلوم المتعلقة بالجثث البشرية والأدلة الأخرى تحت الماء. كتب من واقع تجربته الشخصية موسوعة التحقيقات تحت الماء، وما زلنا نستخدمها حتى يومنا هذا في الحصة التعليمية الاستقرائية، على أنها الكتاب التعليمي الرسمي لتدريس مهمات فرق الغطاسين. أعتقد أنه لولاها لما وصل فريقنا إلى ما هو عليه اليوم، لأنه لا يمكنك استقصاء المعلومات كيفما كان. ليست هذه مهارات يمكن إتقانها في غضون ساعات. وفي نيوجيرسي يعود ضباط الشرطة إلى شواطئ البحيرة لإجراء تدريبات مكثفة تحت الماء. مع أن التدريبات خطيرة، إلا أن المدرب أندريا زافيرس تخالف الرأي. أعتقد أن الغطس الإنقاذي هو أحد أكثر أنواع الخدمات العامة أماناً. لا يمكنك إقناعي بالدخول إلى مبنى يحترق. قد تحصل على أفضل التدريبات والمعدات في قطاع إطفاء الحرائق، لكن قد يقع عليك السقف. أيضاً كشرطي يمكنك الحصول على أفضل التدريبات، ولكن قد تتعرض لإطلاق النار وتموت، لأنك لا تستطيع تجاوز المخاطر. أما في الماء فبوسعك تجاوز جميع المخاطر. نفعل ذلك بإحدى الطريقتين. يمكننا النظر إلى أحد المواقع ونقول إن هذا ليس آمناً، أو نقول إنه لدينا خطة لمواجهة الخطر. ليس ثمة مشكلة في المياه. على المحقق تحت الماء تجاوز مخاطرة أخرى، الرغبة الشديدة في أن يكون بطلاً. هذا يعرف بوحش الإنقاذ. إذا توجهت إلى موقع حادث سيارة وكانت تلتهمها النيران، يجب إبعاد الناس وأن نبذل جهدنا في تأمين المنطقة حتى لا يتأذى أحد. أو توجهت إلى موقع غرق طفل وليس هناك سوى 8 أقدام من المياه، ويحاول شرطي إنقاذ الطفل من دون وسائل دعم. هذا يحدث طوال الوقت. المعدات ليست مناسبة، والتوقيت غير مناسب، والطقس غير مناسب. ما هي برأيك احتمالات أن يغطس الشرطي ليحاول إنقاذ الطفل؟ يريد ذلك، لابد من ذلك، لديه أطفال، ويستحوذ عليه وحش الإنقاذ ويقول لنفسه: أستطيع ذلك، دعني أحاول، لا أعلم كيف، ولكن سأحاول عمل شيء لم أجربه من قبل. ليس لدي خطة، ولكن سأجرب شيئا ما. هذا ما يفعله وحش الإنقاذ، ولكن لا بد من التريث.
يمثل وحش الإنقاذ عقل وقلب وروح كل شرطي وإطفائي في هذه البلاد. قد نرى شرطيا أو شرطيين أو ثلاثة أو رجل إطفاء يغوصون في الماء لإنقاذ الطفل. وفي هذه الحالة نعرض الشرطي أو رجل الإطفاء للخطر من أجل دليل سيبقى هناك مع جثة الطفل الميت، إلا في حال وصلنا بعد وقوع الحادثة بقليل لمحاولة الإنقاذ. لا نعرض حياة غطاسين للخطر من أجل شخص ميت. أسمع معظم الوقت نحن رجال إطفاء وهذا جزء من واجبنا. كلا، ليس صحيحا، لقد مات الشخص، إنه لا يتنفس. وإذا قارنت عدد غواصي الإنقاذ الذين يموتون مع عدد الضحايا الذين يتم إنقاذهم لرأيت عدد المنقذين الذين يموتون كل سنة أعلى. من المحزن أن تحدث نصف الوفيات كل سنة خلال فترة تدريبهم. مؤسف. هذا يحدث بسبب استخدامهم معدات وأساليب غوص الهواة. ما حدث في 15 سنة الماضية هو أن عدداً كبيراً يأتون سوياً ويجب تدريبهم معاً. يقولون نحن هواة غوص ورجال إطفاء وأفراد شرطة ونحب خدمة المجتمع. ينبغي أن نكون فريق غوص كي نريح العائلات ونحصل على الأدلة، وهكذا نصبح فريق غوص. الآن لدينا عدد كبير من مدربي الغوص الترفيهي بالأكسجين الذين يدربون الغوص الإنقاذي وهم في فوج الإطفاء أو قسم الشرطة. يجتمع المدربون ويقولون لما لا ننشئ وكالة لتعليم الغوص الإنقاذي؟ يصدرون شهادات في الغوص الإنقاذي. المشكلة هنا أنهم يستخدمون الأساليب نفسها التي تتعلمها في صفوف الإنقاذ في الغوص الترفيهي، ونحن نرى أن الوفيات تحدث بسبب استخدام أساليب أو معدات الغوص الترفيهي. العمل طويل لناحية الصعوبة لكنه قصير لناحية الاحترام. لسوء الحظ يتم التعامل مع فرق الغوص بازدراء. أنت شرطي وثم جثة في الغابة، هل تؤمن تغطية المكان؟ هل تحوطه بالشرائط؟ هل ترسم حدود الجثة، تصورها، تضعها في الكيس قبل أن تنقلها؟ أجل، ما الفرق بين جثة في البرية وجثة في الماء؟ لا شيء، يجب الاهتمام بهما معا على حد سواء. لا أتعامل مع أي حالة غرق على أنها حادثة، أتعامل معها كأنها نوع من الجريمة. ثمة عمل إجرامي هنا ويتابع العمل على هذا الأساس. ليس ثمة دليل يؤكد غرق الضحية. مثلا عندما أرمي طفلا من مركب لن يجد طبيب التحقيق بالوفيات أي أدلة. تعتمد الشرطة على طبيب التحقيق بالوفيات من أجل الأدلة أيضا. كذلك يعتمد طبيب التحقيق بالوفيات على الشرطة كي يأتوا بالأدلة الجرمية، وهكذا لا نتائج. لا يبقى في النهاية سوى مسرح الجريمة. تتراوح تدريبات اليوم من تحليل الموقع إلى التعامل مع الأدلة. أثناء إعطاء التعليمات يحصل الغطاسون على فرصة لإغلاق أعينهم وتحسس المسدس، ثم يغطسون للبحث عنه. عندما يجدون المسدس يتركونه ويبلغون من على الشاطئ بذلك، وعندها يرسلون إشارة عائمة. وضعنا علامات على الحبال وأخذنا قياساتها. سيتم تسجيل الحبل عند هذه المرحلة. إذا تمكننا من التقاط الصور في حال كانت المياه صافية سنفعل، وسنأخذ حافظة ونضع فيها المسدس مع بعض الوحل ونغلقها بإحكام ونسلمها إلى المسؤول على السطح، وسيحضرها إلى الشاطئ ونضعها في حافظة أكبر ونضع رقم الدليل عليها. لا ننوي فعل شيء يمسح البصمات أو يضع بصمات أخرى عليه. سيذهب مباشرة إلى المختبر الجنائي. لعقود كانت الكوارث وراء نشاطات الشرطة تحت الماء. كان تحطم الطائرات وانهيار الجسور يؤديان غالباً إلى حالة مسعورة من عمليات البحث والانتشال. إلا أن دائرة شرطة واحدة لا تنتظر الكوارث لتحسن مهارات التحقيقات تحت الماء. هذه منطقة لونغ بيتش في كاليفورنيا. إنها إحدى أكبر المنافذ البحرية في النصف الغربي للكرة الأرضية، ودائرة الشرطة تتضمن كثيراً من العقارات المائية. تم وضع مشروع أبحاثنا للتحقق من مدى نجاح نزع الحمض النووي وبصمات الأصابع المغطاة من أغراض مغمورة في مياه مالحة.
أدعى ألينا كولونيس. أنا المسؤولة عن قسم العلوم الجنائية في دائرة شرطة لونغ بيتش. تختبر إلينا وفريقها في المختبر الجنائي ما يحدث لبصمات الأصابع، الدماء والحيوانات المنوية بعد أسابيع أو أشهر في المياه المالحة. نود أن نعرف تأثير البيئة البحرية التي تعج بالتيارات والحيوانات البحرية ومختلف أنواع البكتيريا على هذه العينات. اخترنا مراقبة الأغراض التي يمكن انتشالها من مواقع الجرائم وإعادة خلق الظروف نفسها من خلال التجارب. هذا قميص ملطخ بالحيوانات المنوية. تساعد هذه الاختبارات في دحض المفاهيم الخاطئة التي تقول إن بصمات الأصابع والأدلة الأخرى تزول حالما يلامس مسدس أو سكين أو جثة الضحية المياه، وتحصل إلينا على المساعدة من غطاسي الشرطة في غمر العينات تحت مياه عميقة جدا. تم غمر هذا المسدس لمدة يومين. بوسعك مشاهدة بصمات الأصابع المخفية هنا فوق السطح اللامع. أظهرت أبحاثنا أنه كلما بقيت المسدسات تحت الماء مدة أطول انكشفت البصمات المخفية بصورة أفضل. يتبين أن ثمة عاملاً في المياه المالحة ربما هو تفاعل ما يؤدي إلى انكشاف البصمات. بوسعك مشاهدتها بالعين المجردة من دون تقنيات المعالجة. مضى على وجود هذا المسدس 4 أشهر. البارز أنه هنا عند هذه الحفرة كانت بصمة إصبع المخفية، هنا واحدة أخرى. تآكل معظم هذا السطح، وهذا ما نجده مع البصمة المخفية. إنها تنحفر في سطح المعدن. كانوا في الماضي ينتشلون الدليل ويجففونه. كانوا يعلموننا أن نجفف كل شيء وأن نلفه بالورق ونجفف الورق أيضاً. أما السياسة الجديدة فتقضي بحفظ الأدلة في المياه التي انتشلت منها. يساعد مختبر لونغ بيتش في تكامل علوم التحقيقات تحت الماء. هذا مختبرنا لمراقبة المواد. إلى هنا يتم إحضار المواد المصادرة التي يشتبه باحتوائها على مخدرات. هذا ما ندعوه بغرفة التحكم. هنا نأتي بالعينات المشتبه بها، يتم فحصها للتثبت من نوع المخدر. هذا قسم الأسلحة النارية. على هذا الحائط نحتفظ بمجموعة المرجعيات. لكن في غرفة البصمات المخفية تتابع إلينا وفريقها الأبحاث. هذا هو القميص الذي أخرجناه من المياه. أبقيناه مبللاً وهذا مهم. بوسعك معاينة بقع الحيوان المنوي ويمكنك لمسها. يصبح النسيج أكثر قساوة. تستطيع تحسس الاختلاف في النسيج حيث يحتمل وجود البقع. عندما يكون لديك غرض تم غمره بالمياه يصبح متسخاً ولا تعود قادراً على رؤية البقع. المهم كيف تبدأ؟ كيف تعلم من أين تبدأ؟ الجزء المهم في تحليل الحمض النووي هو الموضع الذي تأخذ منه العينات، لأنك تأخذ خزعة وتبدأ باستخلاص الحمض النووي، ولكن يحتاج المحقق إلى معرفة الموضع الذي يبدأ منه. بما أننا لا نستطيع رؤية شيء هنا، لا نعلم موضع البقعة. سأستخدم ورقة ارتشاح لامتصاص أي سائل موجود. سأرش المواد الكاشفة على الورقة. تنفذ العملية بطريقتين. هذا محلول من حامض الفوسفوري يستخدم لكشف الحيوانات المنوية، وسأرش من المحلول الثاني أيضاً. سننتظر تغيراً إلى اللون البنفسجي. هذا يؤكد وجود الحيوانات المنوية في هذه الرقعة. عادة عندما نجري هذا الاختبار في الميدان نحصل على تفاعل في غضون ثوان. هذا يتطلب وقتا أطول عندما تكون العينات مغمورة بالمياه المالحة، ومن الطبيعي أن ننتظر دقائق قليلة في حين لا نضطر لذلك مع العينات الجافة. ليست هذه سوى الخطوة الأولى. يتم تكريس ساعات لاستخراج الحمض النووي، وهناك حاجة للشرح والتدوين لتقديم دليل دامغ للمحكمة، دليل يعتقد المحققون أنه تحلل. حصلنا على نتائج أفضل بكثير مما كنا نتوقع. بخصوص الحمض النووي لم يكن لدينا أدنى فكرة عن مدة صموده في المياه المالحة. كنا نعتقد أنه لا يصمد سوى ساعات. تبين أنه يصمد أياماً.
في الجهة الأخرى من القارة يستمر البحث عن جثة مايك ويليامز الصياد الذي اختفى في بحيرة سيمينول عام 2000. يبحث فريق المحققين تحت الماء من جامعة فلوريدا بأيديهم عن ثياب ومعدات ويليامز أو هيكله العظمي، وأحضروا كيس جثث مخصصا للاستخدام تحت المياه. نضع جثة الضحية داخل هذا الكيس من خلال فتح السحابة، وتراه يفتح عند طرفه. نبسطه بشكل مفتوح ونضع الجثة بداخله ونرفعه إلى السطح. حالما توضع الجثة في الداخل يتم إغلاق الكيس تحت المياه، ويسمح القماش الشبكي الدقيق بتسرب المياه من الكيس، بينما تساعد الطبقة القطنية تحت الجثة بالتقاط أدلة إضافية قد تكون موجودة. شعرنا بأن بعض الآثار من الأدلة تختفي عندما يتم انتشال الجثة من المياه، وبوضع قماشة قطنية أسفل الكيس وطرح الجثة فوق هذه القماشة قد نتمكن من التقاط حفنة من الشعر قد لا تعود لصاحب الجثة. ليس انتشال الجثث من اختصاص أصحاب القلوب الضعيفة. عندما تنزل إلى المياه المظلمة لا يهم عدد المرات التي غطست فيها ولا كمية الخبرة التي اكتسبتها، فسيبقى الخوف سيد الموقف. ولا أصدق كل من يقول إنه ينزل إلى هناك من دون أن يزعجه الأمر. وإذا كنت أبحث عن جثة سيكون البحث منهجيا، ويكون مدى التقدم بمستوى حجم الجثة والأنقاض من حولي، وفجأة ألمس الجثة، ومعظم الأحيان أعثر على الجثة من خلال الاصطدام بها بمرفقي. فعندما أكون قد لمستها بيدي وأخفق، قد أكون لمستها بركبتي، أو أكون شعرت بساقي تلمس شيئا، وإذا بي ألاحظ فجأة يا إلهي لقد أخطأتها. قد تكون الطريقة التي استدرت بها أو قد أعثر عليها في الجولة الثانية، وعندما أعثر عليها في النهاية ألمسها وألاحظ أني نجحت فيما جئت من أجله. وإذا أمكن قربها منك قليلا وتنفس بانتظام للتأكد من أنك عثرت عليها. ومهما يكن من أمر، سواء كانوا راشدين أو أطفالا جاثمين في القعر، فمن السهل جسديا لمسهم وإرجاعهم إلى عائلاتهم. تخيل أنهم يغطون بالنوم في القعر. فانكوفر، كندا، حيث يتم تطوير علوم التحقيقات الجنائية تحت الماء من خلال بعض الاختبارات القاسية لكن الضرورية لنجاح الأمر. الجثة هي بحر من العلوم، إنها تقدم كمية هائلة من المعلومات عن كيفية حياة وموت ذلك الشخص وعما حدث له منذ وفاته حتى العثور عليه. أنا الدكتورة جيل أندرسون من معهد الجرائم في جامعة سايمون فريزر في بريتش كولومبيا، متخصصة في التشريح الجنائي. تحدد الدكتورة أندرسون وقت الوفاة من خلال دراسة الحشرات والكائنات التي تعيث بالجسد وتؤدي إلى تحلله. ومع وجود سيناريوهات للتحلل على اليابسة، تتوسع في أبحاثها لتشمل تحلل الجثث في الماء. أود معرفة ما يحدث للجثث الميتة في المياه لأستفيد من المعلومات في المحاكم. تنضم أندرسون إلى فريق من العلماء على متن سفينة فيكتور التابعة لخفر السواحل الكندية، حيث ينزلون جثة خنزير مقابل مرصد تحت الماء يدعى فينس بروجكت. إنها فرصة فريدة لمعرفة ما يحدث لجثة تحت الماء، ونحن بالطبع نقلد تحلل الجثة البشرية في المحيط. إن مركبة روبوس لإجراء البحوث العلمية هي من أفضل الغطاسات وأفضل الآلات لإجراء بحوث دقيقة في الأعماق. تحاكي الخنازير البشر بشكل كبير، لقد استخدمت في شتى أنواع دراسات التحلل. يمثل خنزير بهذا الحجم حجم جذع إنسان راشد، وهو الموضع الأكثر تعرضاً للتحلل. يملكون الحجم المناسب تقريباً، وهم من آكلات اللحوم والنباتات، ويأكلون أصناف الأطعمة نفسها التي نتناولها. تشبه جلودهم جلد الإنسان إلى حد كبير، لذا الخنازير أفضل نموذج للتحلل البشري. يمكن
يمكن حفظ الجثة في مياه باردة وعميقة جدا لسنوات، حيث لا وجود للحيوانات التي تقتات على الجثث. أما بوجود تلك الحيوانات فيتم التهام الجثة. من موقعهم على متن السفينة فيكتور، يتحكم فريق أوروبوس بالمركبة الآلية. وتبعد وجهتهم أكثر من 300 قدم تحت سطح البحر إلى مرصد فينوس، وهو عبارة عن معدات علمية موصولة بالإنترنت عبر كابل من الألياف البصرية التي تمتد إلى الشاطئ. ويتحكم المشغلون عن بعد بالذراعين الآليين المزودين بمفاصل لوضع الخنزير مقابل كاميرات المرصد، ويوفر شعاع من الليزر مرجعية مقياسية للمشهد تحت السطح. ومع ابتعاد المركبة يظهر أول قمامات القعر، وهو كركند سمين. وخلال الأيام القليلة التالية تستطيع أندرسون مراقبة تحلل الخنزير مباشرة على الإنترنت. هذا مباشرة بعد إنزال الجثة. يتضاءل حجم الخنزير تدريجيا مع وصول مجموعة من الحيوانات القشرية لتقتات على هذه الهبة الغريبة. عندما أحاول أن أشرح لأحد القضاة أو لهيئة المحلفين فترة وجود الجثة تحت الماء أو عما إذا كانت هناك إصابة ناتجة من نشاطات الحيوانات، ينبغي أن أحصل على المعلومات التي تؤيد أقوالي. هذا ما يمكن لسرطان البحر أن يفعله، وهذا ما لا يفعله سرطان البحر. تتفاعل البيئة بنشاط مع الجثة، إنها تغير معالمها، وهي تغير نوع الحيوانات التي تتوجه نحو الجثة. هذا ما نحاول دراسته وتحديده بالنظر إلى هذا النوع من الاستعراضات. إنها تجربة غامضة لكنها مفيدة، ومع ذلك تقدم إضافة إلى الإنجازات العلمية في التحقيقات تحت الماء. عندما نجري هذه الأبحاث تكون عادة إقليمية. في البيئة الإقليمية تكون بريتش كولومبيا الجنوبية مثلا غير ما هي الشمالية. البيئة البحرية متغيرة جدا، قد تجد اختلافا بين 10 و20 قدما، لهذا نحتاج إلى اختبار جميع المناطق. تستضيف بحيرة سيمينول في فلوريدا بيئتها الخاصة من الحيوانات القمامة تحت الماء، التي قد لا تكون حيوانات الكراكند وسرطانات شمال غرب الهادئ. ولو عثر على جثة الصياد Superman.